عسلامة الناس الكل، معكم ياسي من البوكس بتاعي، واليوم باش نحكيو على التليفون قوي برشا ومزيان برشا بارابور الرسوم نتاعو واللي هو الهونر 9 لايت. دونك نتعدلو التليفون نتاعنا، نحكيو على الديزاين. كما نراو التليفون مزيان برشا بالإكران فول فيو ومعه دو كاميرات سيلفي، ومن خلف نلقاو مصنوع من باللون اللي يعطي الرفلي، حاجة تعجبني برشا ويعطيك احساس انه تليفون هاد جام. ونلقاو دو كاميرا اللي بارزين شوية ومعه فلاش والامخان ديجيتال، والكونتور ألمنيوم يظهر بريميوم ياسر. على اليمين فوليوم بوتن والباور بوتن، وهوني سبيكر والميكرو اس بي على غالب موش يو اس بي سي، و 3.5 جاك وين تحط لي دوسيم تاعك، وبيان سور كارت ميموار. اون جينيرال التليفون في اليد مرتاح ياسر، وتنجم توصل كل نقطه في التليفون بالمرتاح بيد واحده. ملخص الديزاين نتاع التليفون بارابور سومو حاجه هي برشا. بالنسبه للاكران كيف كيف، اكران بارابور سومو حاجه طايره، اكران 5.65 انش يمثل 6900 بالفاصه القدميه تاع التليفون، فول اتش دي بلس، ريزوليسيون 1080x2160 بيكسل، 18 ام 428 بي بي اي بار انش، خير شويه من 10 لايت. بالنسبه للبرفورمانس الهونر 9 لايت بريس كل هو بي 20 لايت، يجي مع الاندرويد 8 واخر واجهه تاع هواوي اللي فيها بليزيور اوبسيون كيما تحل دو كونت فيسبوك وانستغرام ولا سناب شات او ميم طون، مي رزين شويه. ونفس البروسيسور الكيرين 659 اوكتا كور، 4x2.36 جيجا هرتز اي 4x1.7 جيجا هرتز، نفس الجرافيك مايلي تي 830 ام بي 2، جوست في عوض 4 جيجا درام في البي 20 لايت، 3 جيجا درام في الهونر 9 لايت، وتنجم تحط فيه ميكرو اس دي توصل 256 جيجا وباتري 3000 ام اهاش، وتحب لك 2 ساعة باش يتشارج. نتعلم نحكيو على الكاميرا اللي هما 4 كاميرا، 2 كاميرا برانسيبال 13 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل اوتو فوكس ليد، ما ننساوش ليد فلاش، فيها بليزيور مود كيما نلاحظو مود برو، مود فيديو برو، اتش دي ار، بانورامي، لايت بانكينغ، تايم لابس اكسترا، وتنجم تدخلك دي فيديو فول اتش دي 30 ايماج بار سكوند. بالنسبة للدو كاميرا سيلفي كيف كيف بدقة 13 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل، وهي قادرة باش تدخلك دي فيديو فول اتش دي. وديما الكاميرا الثانية مجهولة باش تعمل بورتري مود وتعمل العزل للوراق ويخرج تصور احترافية. الملخص الاداء نتاعها كيما الميدي سلايد. وهذا كون وصلنا لاخر فيديو، ما بقى كان نقول لكم التليفون هذا بليس قدم لكم كل شيء، ايكرون مزيان، بورتري في كاميرا سيلفي وفي كاميرا برانسيبال، اداء ممتاز بارابور سومو، هو عبارة على ميدي سلايد مي بسوم اقل. ما تنساوش تعملوا لايك بارتاج وتابعونا على فيسبوك وانستغرام. يا بيتو.